الياباني هي الموضوع التاني اللي برضو فيه كلام كتير. المدارس اللي هتفتح ان شاء الله بعد اسبوعين بعد جهد كبير جدا 34 مدرسه في 19 محافظه. يتساءل البعض ليه مش 45؟ جبت وقلت 45 وقلت 100. الهيئه الهندسيه الكره المسلحه اللي مش بس بتعمل لنا المدارس الياباني، بتعمل الطرق اللي الرئيس بيفتتحها وحطات الكهرباء واشياء اشكال والوان. كانت المفروض المرحله الاولى تدينا 45 مدرسه، احنا استلمنا 40، كان في خمسه لسه الهيئه بتخلصها. لما فتحنا باب القبول للطلبه والمدرسين كان معانا 40 مدرسه جاهزه جايه لنا، مش المدرسه اللي بتدينا قلنا يعني. طيب ال 40 مدرسه الاقبال على سته منهم لاسباب خاصه بجغرافيا المكان كان قليل. فالسيد الرئيس قال لا خلاص احنا مش ما تشغلهاش بالشكل ده، شغل بقى ال 34 الفاضلين ومعوضها في الجوله الثانيه، اختار اراضي في حتت اكثر ملائمه لهذا المشروع. فاحنا النتيجه النهائيه يعني في 34 مدرسه عليهم اقبال كبير جدا في 19 محافظه. الطلبه اللي اتقبلوا 13,240 في المراحل بتاعت الاطفال والاولى ابتدائي، واهاليهم هيعلنوا يا النهارده يا بكره. عدد المعلمين اللي تم التعاقد معاهم في ال 48 ساعه اللي فاتوا، المشروع ده هيدار بشكل غير تقليدي، مش زي ما الوزاره كانت بتدير المدارس التجريبي او لا، ده هيدار عن طريق شركه، مش شركه خاصه ومش بتخصص التعليم، شركه بتاعت الوزاره بس مستقله عن المنظومه الوزاريه التقليديه. الشركه دي هي اللي هتدير المدارس وتتعاقد مع المعلمين وبتدير المدرسه واداره المدرسه والخدمات وكل حاجه، وتحصل في وتحاسب معاها في الاخر. فعدد المعلمين هنا حوالي 700 معلم بالاضافه للمديرين والوكلاء